الرحله ديالنا ديال الاستكشاف ديال الشنكسون والشوارع ديالها. I get wasted on the thought of you. What's up, man? Head is spinning, I can't move. Hello. Smoky eyes in the groove. No, I can't get you out of my mind. You're still with me all the time. شباب مرحبا بكم، عدنا لكم فيديو جديد. بغيت نشارك معكم هذا الهوستل اللي انا جالس فيه دابا تقريبا شي 4 ايام هنايا في كينغستون في جامايكا، وهذا ارخص هوتيل تقدر تلقاه هنايا اللي الثمن ديالو 250 درهم. يعني بحكم التجربه ديالي في بعض الدول اللي هوستل كيكونوا رخاص، كيكون الثمن ديالهم ما بين 11 دولار 15 دولار، ولكن هذا جاني شويه غالي. المهم في التجربه ديال اليومين ان شاء الله قررت نمشي نزور بعض الاحياء، منهم الاحياء اللي غنتعرفوا على الثقافه ديال الراستا ديال جامايكا، والاحياء اللي غتعرفوا على الشعب المحلي ديال جامايكا كيفاش عايشين الى اخره. وهاد الاحياء اللي قررت نمشي ليهم اليوم، الحي الاول اللي سميتو سبانيش تاون، والحي اللي غنمشي ليه انا دابا هو سميتو ترانش تاون، كبر فيه بوب مارلي، من تما تشهرت الموسيقى ديال الريغي. المهم غاديش نكثر عليكم، يلا باش نمشيو نتعرفوا على هاد الاحياء مع بعضياتنا. الهوستر كيف ما كتشوفوا هو هذا، تقريبا فيه شي 12 ناموسيه، كاينين فيه غير الكور النقالزا الالمانيين، المهم من انحاء العالم كاينين في هاد الهوستل هذا. هاي ماي فريند، يو وانا بي اون ذا فيديو وذ مي؟ بالنسبه للسميه ديال الهوستل، سميتو الراغاموفين هوستل، جاي في واحد المنطقه راقيه امنه، يعني ما تقدر تخرج هنا تمشى بالليل عادي، بعيد على داون تاون. بعض اماكن بعض الدول اللي مشيت لهم داون تاون كيكون امن، يعني هي المكان اللي تقدر تمشي تسارى فيه، تاخذ فيه التصاورات، تعرف عليهم الى اخره. ولكن هنايا الداون تاون ديالهم راكم شفتوا في الفيديو السابق كاين شويه ديال الاجرام، ما كتحسش بالامان، ولكن هذا الشيء عادي فهمتيني، مادام انك تختار تجي بحال هاد الدول فخصك تكون جاهز لاي موقف. دابا لقيتونا غاديين باش نمشيو. يا برو يا الناس راهم ضريفين حتى يبغيو يبانوا. يا نايس ميتش. اول رايت كول. وات يو وان تو سي؟ بيج اب، وي لاف جامايكا. وي لاف جامايكا، بيج اب تو جامايكا. ثانك يو مان. كول. حتى الاكسن الخوت عندهم واحد الاكسن اشكال، واخا زعما ضربت الراسطه باقي كتبان فيا اجنبي، لان الكولور ديالي ما كيجيش مع الكولور ديالهم فهمتوني. المهم كما قلنا لكم دابا غادي نمشيو لوحدين من اخطر الاحياء اللي عندهم هنايا في جامايكا، باش نتعرفوا على الثقافه الجامايكيه وعلى العشبه الجامايكيه وعلى الراسطه ديالهم وعلى كيفاش دايره الحياه اليوميه ديالهم هنايا. واخا هما ما كيبغيش اللي يصورهم، ما كيبغيوش انهم يبانوا، ولكن حنا غنمشيو باش نتعرفوا عليهم اكثر، لان جينا لهنا لسبب واحد هو انه باش تعرفوا على الثقافه ديال الجامايكيين. I wanna go to central انشو ماريخوانا. فين ما مشيتي كتشم الماريخوانا. I love your style. Do I look like Jamaican? Yeah. سولت قلت له واش كنبان بحال الجامايكان، قال لي يا راه كتبان بحال الجامايكان. I'm from Morocco. You know where is it? I watch him play football. Who? Morocco. Yeah, it's good. الحاجة الوحيدة اللي غتسمعوا على المغرب. World Cup. Yeah, World Cup. ديال كأس العالم، فاش وصلنا لكأس العالم. المغرب ولا معروف غير بالفوتبول في العالم كامل كما سمعتوا. دابا لقيتونا غادي لواحد البلاصة بعدا هي الأولى، بان لي كاين مسجد هنايا، يعني آخر حاجة كنت كنتوقعها هي أنني نلقى مسجد في جامايكا. دابا غنمشيو لهذا المسجد هذا ونتعرفوا عليه، وعاد نكملوا الطريق ديالنا تما لترانش تاون وعاد الأحياء الخطيرة. أو يس، لا سانتيرون، غتسمعوا الريغي، غتسمعوا عرفتي الماريخوانا تقدر تشمها من الفيديو الخوت. ريزيا هذا النيبرو الخوت، هنا كيسميوها ريزيا، كنديروا له إشافاور. هذا ساوي واحد دولار جامايكان، ما كاملاش واقيلا حتى 10 دريال، ما كاملاش مغربية. وهنا الخوت في جامايكا ما كاينش شي واحد اللي ما عرفتوش وما عندوش النيبرو، كارني ديال النيبرو ديالو، كلهم عندهم كارني ديال النيبرو ديالو. Do you have weed? I wanna smell. شوف شحال عنده ديال الحشيش في الطوموبيل. انا الخوت كلشي كيضرب الماريخوانا هنايا، كلشي كاميها ميها، كلشي كاميها ميها، هانتوما كلشي كاميها ميها. الكتامية ديال جامايكا، هذه هي الكتامية ديال جامايكا، السمية الحقيقية ديالها هي غانجا. In my country we call it الحشيش. حشيش. الحشيش، you know it? Yeah. You heard about it? Yeah. راه ديجا. كانابيس. كانابيس، جامايكا كيسميوها غانجا، في المغرب هو قلنا له الحشيش راه عرفها، شكون اللي ما عرفش العشبة؟ ويد. 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 Let's go to work. But why
why it's dangerous? Because the crowd. سمعتوا الدراري قلت له راه غادي police can't control them. Cannot go there. اوكي سمعتوا الخو دابا سولتو على سبانيش تاون قال لي البوليس وما كيقدروش يتحكموا في داك المنطقه وانت غادي ليها قال لي شمن بلاصه في سبانيش تاون سمعتوا قال لك اي ستي اواي راني كنجلس بعيد على سبانيش تاون لان ماشي المنطقه ديال السياح ولكن زيدو غيمشي ليها قال لك ما كيديش الكورسات لتمايا لانه ما عارفش داك الناس اللي غيديهم تما كيفاش دايرين وديك المنطقه فهمتيني ما فيهاش الامن كما قلت لكم قال لك البوليس ما كيقدرش يتحكم في داك المنطقه وما كيمشيوش ليها اصلا ما حدك انت كتزيد تغرق في الدور الصافح الديور ديال الصافح تما نكون اكيد كاين الريس كاين تما الغانغز هما اللي حاكمين المنطقه ولكن زيدو غيمشيو نشوفوا هذا البلان كيفاش غيدوز اليوم ما جبتش معايا بزاف ديال الماتيريال جبت معايا غير الكاميرا الصغيره جبت معايا التليفون شويه ديال الفلوس وان شاء الله تدوز الرحله بسلام ولكن اول حاجه احنا وصلنا للمسجد اتهير المهم الاخوه الطاكسي حطنا هنايا على جنب المسجد المسجد هو هذا سميتو مسجد الباصع عرفناش واش حال ولا لا نحاولوا ندخلوا ليه ونتعرفوا على الامام ديال المسجد هنا كاتبين The Islamic Council of Jamaica المجتمع الاسلامي جامايكا زائر انا زائر انت الامام لا لست اماما انت فقط جئت لتصلي صلاتهم ايوه نعم راه كيهضر العربيه ولكن ماشي ماشي الدارجه اللي كيهضر العربيه الفصحى كيف تعلمت العربيه في من السعوديه كنت في السعودية الحمد لله درست الحمد لله وانت جامايكي الحمد لله الحمد لله وكيف أسلمت؟ أسلمت والدي مسلم كذلك الحمد لله يعني أنتم عائلة مسلمة الحمد لله ما اسمك؟ اسمي إبراهيم إبراهيم تشرفت بمعرفة زهير 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 ما شاء الله وأنت من وين؟ أنا من المغرب هل تعرف؟ من المغرب أيوة نعم أهل المغرب ما شاء الله تعرف المغرب؟ ماروكو المغرب نعرف المغرب رحت إلى المغرب؟ لا لا إن شاء الله فيما بعد لكن مرحبا بك في المغرب إن شاء الله ستحب بلدي إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله 30 سنة باش ولا مسلم بارك الله فيك بارك الله فيك ماروكو يا ماروكو سولته قلت له واش كاين المغاربة اللي عايشين هنا قال لي على ما أظن غيكون واحد اللي عنده لافاج مغربي آخر اللي عنده مطبخ هنايا في جامايكا ما شاء الله المغاربة يعني ما كاينش شي بلاد ما كنظنش تمشي ليها وما تلقاهمش فيها السلام عليكم السلام كيف حالك يا إمام؟ كيف أنت نعم كيف أنت؟ الحمد لله على وسهلا كيف أنت؟ الحمد لله What's your name؟ شيخ موسى تجاني شيخ موسى ما شاء الله اسم جميل شيخ موسى أنا من المغرب هل تعرف المغرب؟ يا كيف لا أعرف المغرب كيف لا لا أعرف المغرب المغرب معروف من جزيرة جزيرة الأفريقية من ناحية والعربية من ناحية بارك الله فيكم يا شيخ الناس كما كتشوفوا طيبين مسلمين اكثر مني لان اخو درت هذه الراسطه هذه صراحه حشمت وسطهم ولكن ملي زولته قال لي لا عادي ماشي مشكل زعما ماشي شي حاجه اللي كبيره وعليكم السلام اخي كيف الحال يا نايس تو ميت يو نايس تو ميت يو قال لك هو حارس ديال المسجد صراحه بغيت ناخذ معلومات اكثر ديال هذا المسجد كيفاش تم البناء ديالو وشكون اللي كان السبب في البناء ديال هذا المسجد كيفاش وصل الاسلام لهذه المنطقه هذه لانها راكم عارفين جزيره في وسط البحر ما عندها حدود مع حتى شي حاجه ولكن دين الله عظيم فان شاء ربك فغادي ينشر الاسلام في الارض كامله دابا غادي نسولوهم على المسجد كيفاش تبنى هنايا هذا يوتيوب او وين هذا يوتيوب على بلدي نعطيك الاسم مسكين جاب لنا الجلبه باش نصليو معهم ركعات اريد ان اعرف كم من المسلمين في جامايكا عددنا تقريبا وصل الى ممكن 7000 7000 مسلم ما شاء الله مع العلم ان الدوله صغيره والحمد لله نعم دخل الإسلام من طريق تعرف هذا يسمى نيشن الإسلام يعني الإسلام جاء إلى جامايكا عن طريق شخص ليس عربي ليس عربي نعم هو أمريكي الأصل أيوة نعم 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 زي كده معظمهم اسمه نيشن Nation of Islam. Nation of Islam. هذا التليفون ما ميكس ذيك. سمعت عنه سمعت نيشن هذا Nation of Islam هذا واحد شخص كينشر الإسلام في أمريكا. فقط السود هذا إسلام للسود فقط. فذلك الآن. وصل الإسلام صحيحة والآن أعرف أن محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس سود ليس من ليس أسود ولكن هو عربي الإسلام خلق يعني أتى للناس أجمعين أجمعين أيوة نعم وكيف تم بناء هذا المسجد هون؟ في بداية كان مفروض يكون من السعودية ولكن الفلوس ما وصل إلينا ولكن الحمد لله بناء كله من المواطن البلد يعني مواطنون جميعين الحمد لله الجميعين اللي جاء بهذا وحصلنا بعض الفلوس من خارج الجميعين خارج الجميعين من الجميعين اللي ساكن خارج الجميعين
يقول الله سبحانه وتعالى هو معز الإسلام. نعم نعم نعم. يعني ربي سبحانه الله فاش كيبغي يعز الإسلام كيعزو، واخا ما تكونش انت في واحد البلد اللي بدا منه الإسلام، لأنه سبحان الله العظيم انتم كما كتشوفوا كانوا هما السبب وراء هذا البناء. الحمد لله. رسالة للإخوة المغاربة أو للإخوة العرب الذي يشاهدونك. أيوة، للجميع من يشاهد هذا من العرب والمغارب وزي كذا، تعتوا إلينا، تفضل إننا في جامايكا، أما بلد مفتوح جدا، إن شاء الله تستريح والجو كذلك ما شاء الله جو حار شوية، ولكن ما شاء الله البلد جميل جدا. ترى هناك المطاعم إسلامية موجود كذلك، والبحر وشيء كثير جدا. الحمد لله جامايكا ما شاء الله بلد جميل جدا، لازم تأتينا إلينا. بارك الله فيك الأخ إبراهيم. خلاص تفضل إياكم إن شاء الله. شكرا. شو نكملوا الرحلة ديالنا ديال الاستكشاف ديال كينغستون والشوارع ديالها. الشارع اللي جيت ليه دابا أقل خطورة من الشارع اللي غادي نمشيو ليه، ولكن مع ذلك كتبان الخطورة هنا، لأن كاينين دور الصفيح. الناس أنا كما قلت لكم ما كتبغيش تصور. هذا هو الشارع اللي كبر فيه بوب ماري، غادي ندخلوا ليه ونتعرفوا عليه ونحاولوا نقربوكم على السيرة الذاتية ديال هذا الشخص المعروف عالميا. المنطقة كيسميوها The Trench Town، The Birth Place of Reggae، والمعنى ديالها المنطقة اللي تشهرات بها ولا المكان اللي تزادت فيه الموسيقى ديال الريغاي. يعني من هذا الكراج كيخرج الهراج. حنا داخلين المنطقة باش نتعرفوا عليها ونتعرفوا أكثر على الحياة اللي كان كيعيشها بوب مارلي هنايا. هنا غادي تشوفوا الشوارع كلهم مرسومين بتصاور ديال بوب مارلي، فنانين المعروفين عندهم هنايا في جامايكا اللي كيحاولوا أنهم صدروا الموسيقى ديال الريغاي للعالم كامل. ما عرفتش علاش، ولكن دائما المستنقع الفقير هو اللي كيخرج نجوم كبار، اللي كيخرج فنانين معروفين، رياضيين معروفين. يعني دائما كتلقى من الفقر كتخرج منه شي جوهره فنيه ولا شي حاجه. انا كيف ما كتشوفوا في هذا الشارع هذا دايرين تصاور ديال الفنانين المعروفين اللي كيغنيو الريغاي، الرسامه الى اخره، ومنهم تصويره ديال بوب مارلي. وبوب مارلي كان معروف بالكلمه الشهيره ديالو اللي هي والله، ها هي كاتبينها هنايا، بوب مارلي والله، بيس الله، الحب والسلام. احنا دابا داخلين للشارع، شوف كيف الشارع كيفاش داير، ذا هوم اوف ريغاي، منزل الريغاي. هنا دايرين تصاور ما كرهناش نزيدو نتعرفوا له. هاي ماي فريند هاو ار يو، هو كيعيط ليا من الليل، نحاولوا ناخذوا منه معلومات. هاو ذا جوين والله. يا مان تشاي ساون، واي يو ريكومند تو سي ان ذيس اريا؟ شنو اللي كات موراكو؟ It's not English, it's Moroccan language. Do you know where is Morocco? We watch Brahim Diaz play for Morocco. Oh, Brahim Diaz. That's so good. Thank you guys. Enjoy. Have a good one. Thank you. Bless him. كيعرفوا إبراهيم دياز هذه المرة، ما قالوش ليا الحكيمي. كما قلت لكم قالوا لي خصك تمشي تتعرف على الحياة ديال بوب مارلي، خصك تدخل للميوزيوم باش تعرف أكثر على الحياة ديال بوب مارلي. هنا كاتبينها Trench Town Culture Yard The Birthplace of Jamaica's Legacy، واللي معنى ديالها المكان اللي تزادوا فيه Legends، نجوم الأبطال. يا مان هلو. Hi. How are you? I'm great. How about you? I'm good. Hi. I cannot. قال لك حبس الفيديو. اوكي، المهم الخوت دخلت لتمايا، ماشي ما بغيتش نخلص، كنت تما عندهم جوج ديال لي تور. التور الاول كتخلص فيه 300 درهم كيدخلوك لداخل ديال الميوزيوم، كتشوف تصاور، المهم كتقرا شويه على الحياه ديال بوب مارلي اللي كاين تما عندهم، شي حوايج ديالو، شي حاجه كتشوفهم. والتور الثاني اللي كيتقام ب $40، فين انهم كياخذوك كتعرف على هذه المنطقه ديال ترانش تاون، كتشوف البلايص اللي كتسجل فيهم الموسيقى ديال الريغاي، كتعرف الثقافه ديالهم. وهذا الشيء نقدر نديرو راس بلا محتاج انا نخلص 400 درهم. داكش علاش غنمشيو ناخذوكم في رحله باش نكتشفوا ترانش تاون. باش كتكون مع واحد ولد البلاد كتكون امن اكثر، ولكن ما حدك نتايا بوحدك راه ما كيبغيوش، فهمتوني؟ ماشي ما كيبغيوش، كتكون فهمتيني معرض شويه للخطر. واتساب مان شباب، هذا مطعم هو كيبيع الماكله هنايا، ومن ريستورون ردوا راستا رانت، يعني راستا ورانت، فهمتيني؟ خلط دار واحد الكومبينيشن ما بين الكلمه ديال المطعم والكلمه ديال الراستا. واش لاف لاف وان لاف، انا كلشي عندهم باللاف، انا كلشي الحب والسلام. تحيه، تعجبني الخوت ستايل ديالو، والله الا ستايل ديالو ناضي. بيس يلا عقتي بلي كنصورك، ماشي مشكل، سير كمل ما فيها بس. دور الصفيح، دابا بغينا ندخلوا لهذا الدور الصفيح، ولكن خايب نجيبها في راسي. هما راه ضريفين، ماشي ما ضريفينش، ولكن خصك تجيهم بلا كاميرا الا بغيتي تتفاهم معاهم، لان حدهم كيشوفوك كتصور ولا شي حاجه راه ما كيبغيوش. تخيل دابا هذه منطقه الخوت اللي تزادت فيها
واحد من اشهر النجوم العالميين اللي خصو يحظى بواحد العذابه بواحد التكريم، فهمتيني؟ خصو يكون المكان بعدا اللي تزاد فيه يكون نقيقي مجهزين ولا حقه وطريقه ساعه والو. ها نتوما كاتبينها. كاين بوب مارلي، باني ويلر. باني ويلر هي اول فرقه اللي دار بوب مارلي فاش بدا الموسيقى ديالو في الستينات وقيله. والله العظيم شارع غزال ولكن ما عاطينوش حقه. البقر هنا كيرعى، شو البقر المسكين كيشربه؟ اش من نوع ديال البقر هذا؟ وقيلا هولندي ولا ماشي هولندي، هذاك الهولندي كيكون فيهم بقاعي كحلين وبيضين. لا هذه ديال الهنود وقيلا، مصدرينهم من الهنود. الفقر باين الخوت هنايا، لكن مع ذلك المنازل ديالهم صراحه كتبقى انا كيعجبني هذا الستيل ديال هذه المنازل بحال ما هكا، لقيتونا متوغلين لداخل ديال ترانش تاون. هاي مان بليس اب بليس اب هي، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. انا ما تلقاش السياح هنا، تلقى غير زيزو والجامايكيين عايشين واحد الحياه طرونكيل هنا. قالوا لي كاين استوديوات اللي كيسجلوا الموسيقى ديالهم هنايا. هلو هاو از ات جوين؟ واتساب واتساب ويلكم تو تشانج تاون. ثانك يو سو ماتش جامرا. يا ذا بيبل ار نايس هير تشانج تاون سيتي. ثانك يو. يا هذه ورينا البلاصه اللي كيسجلوا فيها الموسيقى ديال الريغي معروفه هنا. This is water? No. خونا شد الماريخوانا. السيل ديالهم كتحس به باقي قديم، شوف التلافز كيفاش دايرين له. هاد اللعاب هنايا معروفين عندهم كيلعبوهم هنايا في جامايكا. دابا ودينا دخلنا لدارو. جامايكيين هذا الريف هنا هو دخلنا لدارو. شتي ديك الدور الصافح اللي ما خلاتناش قبيله خيتي ندخلوا ليه؟ ها هو الصديق ديالنا دخلنا ليه. هلا الجدار اللي داير بهذا الدور الصافح خصك تدخل ليه، تدخل ليه مع شي واحد. انا ما كنتش صراحه باغي ندخل ليه مع سولت خيتي، قلت لي ما تدخلش ليه، ولكن هذا العشيور هذا دخلنا ليه. الحياه هنايا في شكاله صديقي. يا مان راس طمان ندخلوا هذا الدخل الراس طمان. يا راس طمان يا لو بانتا جود نو جود بلاسين. صافي دخلنا الدخله، ضرب لي الجوينه وعمر لي الراس. قلت له دخلني خونا مالك، شوف بدات يغوت راسي ضحكون. زيزو كيجي يجي في اللايز الله يتعالى، لكن لا قيد لا توجع بها داخلي اللي غير بالجبهه. صافي داخلي في انا في هذا الفافيلا ديالو هذا. شوف شوف هذه هي غامرة وغادر داخل في يد الله تاعنا، لأن سمعت على هذوك الاستوديوات كاينين للداخل، خصك تعمق في الداخل ديال الأحياء ديالهم. نايس دويا نايس تو ميت يو زيزو. يا زيزو ثانك يو. الفيلا ديالو وشحال كاين ديال الدروبة وشحال كاينين ديال هاد الديور هنا. واصحيح ما تحفظ الله لا حفظتيهم. لقانا مع واحد الصديق هنايا قال لي غادي نوريك كل شيء اللي بغيتي تشوف. استوديو كان اي جو؟ ثانك يو. حنا كنسجلوا الموسيقى ترى الخوش عالم حق الله تعالى. تخيلوا الخوت هنايا من هاد الكاروج الصغيور كتخرج كاع الموسيقى هادي، ماشي الموسيقى ديال الريكي هادي كيسموها دان ساوند، على ما اظن كتشبه الافرو بيت. حيت انايا اللي لاحظت بزاف في جامايكا هو انهم كيتصنتوا بزاف الموسيقى ديال الافرو بيت. داكشي اللي سجل هويا غادي تسمعوا دابا هنا. World presidential, world boss, Brooklyn, Illinois, Bali, a big kind of a start to exchange. I'm a one and only Pascal Don. I'm a big guy. Keep on the pride for my gun big. Do the top, my cash flip. شي من قلب الفافيلا كتخرج الموسيقى ديالهم من هنايا. خونا وقال اللي وراهم اللي ناعس تمايا غيكون شبع، غيكون شبع تمايا زطلا. شي فيديو كليب معاهم في جامايكا.
هذه هي كيسموها موسيقى الشارع، فهمتيني؟ ستريت ارت. الشباب راه ما عندوش بزاف ديال لي زابوني، ولكن بغيتكم كاملين الخوت بما انه فتح لنا دارو وبارطاجا معنا هذا الستايل ديال الميوزيك اللي عندهم هنايا، بغيتكم كاملين تدخلوا للقناه ديالو اللي هي هذه سميتها انتس فيفو. ها هي اللي عليكم باش كلشي يدخل لعندها. بغيتكم درابو د المغرب كاملين كاملين تكتبوا ليه ويلكم تو موراكو باش يفرح ويعرف باللي المغاربه راه في الشكل، فهمتيني؟ ياخذوا واحد الانطباع زويون علينا. شو تو موراكو وان انتيكس فولي اف ام اي. ثانك يو سي يو. ثانك يو مان، يو ذا بيست. Listen. You have a YouTube channel too or not? No, I'm a producer still. And هذا هو مول ستوديو، هذا هو اللي كيريكورد لهم الميوزيك انا الى كل شيء. ما بغاش شي واحد اللي انا فريد تواصل معاه واخا ما كنظنش، ولكن غنديرو زوين. هذه هي القناه ديالو اللي غنسميوها براغا فيوس ريكورد. ثانك يو مراكو. ثانك يو. من هذا الكراج كيخرج الهراج. ماشي ساهله الخوت باش تلقى بنادم هنايا مسكين. والله يرحب بك فوز الدار ويوريك داك الشيء اللي كيدير. عشنا اكسبيريونس جديده في ترانش تاون. تلاقينا مع هاد الشخصية هذا اللي كيكمي الغانجا. غانجا رايت؟ غانجا بايب. هادي غانجا واحد من الطريقة التقليدية كيكميو بها الحشيش، كيديروا حس بسيديانا هما كيكميوها بواحد الطريقة صراحة تقليدية 100% هنايا في جامايكا. شو كيفاش دايرها؟ بوفيت ماكينزي. انا كاين وات كاين بليس ذا بالوت ميك يو اندرستان اباوت ذا تشاريس. سو جيف ثانكس اند برايس تو ذا موست هاي امبرا سلاسيا ذا فيرست كانكرين لاين ذا تشايبا جودا. ييل ماما ماميغا. Here I am, King Selassie I first, conquering lion. Wow! هذه طريقة تقليدية كيفاش كيكميو بها الحشيش. كان يسي ذيس كوتشي هنا فين كيعمرو، فهمت البلان؟ عرفتي دابا هذه بحال اش كتجي، هذه راه بحال الشيشة الخوت، بحال الشيشة. وقال لك أنت كتختار الفليفر، هو المذاق دابا هو داير الماء، تقدر أنت تختار الماء ديال الكوكو، كتختار شي مذاق آخر اللي باش فاش تكميها تحس بالمذاق آخر. طريقة تقليدية. يا يا قال لك ما تلقاش البصل اللي فيها الفم، شو الخوت. طريقة تقليدية 100%. عندهم حتى الطبيلة، الطبيلة اللي كيقطعوا فيها كيف؟ صوبو. سمعتوا كيفاش قال لكم؟ راه نفس البلان دابا عاد فهمت البلان، داكشي كيديروه بحال شكل الناس اللي كتضرب الشقوفة، كيقطعوا داكشي فوق الطبلة طططططق وكيتكيفوا. حنا ما كنشجعوش على هادشي كما قلت لكم، هذه غير الطريقة ديال الطريقة التقليدية في جامايكا، كنحاولوا نوصل لكم الأحداث ديال الحياة اليومية ديالهم. هنايا راه نقدر نقول لكم واحد 80% من الشعب الجامايكي كيكميها. I think most of people in Jamaica smoke weed, right? Yeah, I say about 80%. 80%. Same, I'm not kidding you. 80%. Yeah, 80% of the people. الحشيش هذا قال لك كياخذوا على شكل دواء، يعني كيكميوه مره مره، وكاين اللي كيكونوا مدمنين عليه. كما قلت لكم الاغلبيه ديال الشعب هنايا مدمن على الحشيش، لانه داخل في الثقافه، راه ماشي غير مخدر وصافي. لا، راه الثقافه الجامايكيه معروفه انهم كيكميوا الحشيش يوميا، في الصباح، في العشيه، في الظهر، يعني ما يقدروش يعيشوا بلا به. ثانك يو سو ماتش ماي براذر. سي يو. يا يا سي. هنا عندهم واحد القضيه في جامايكا دائما كيديروها هي. كيديروا الصبع هكا. سي يو. بيس اند لاف. دابا غادي نمشيو للبلاصه ديال سبانيش تاون باش نختموا الرحله ديالنا في ذاك المكان الخطير، ونشوفوا كيفاش دايره الحياه ديال الجانكس تمايا. انايا في جامايكا خصك تعيش معاهم، فهمتيني؟ كان اي هاف 3 2 2 كايت واي تفكوك ها كوك كوك ويلي لم خلاص انا ولا ويكي وانا كيسحب لي هاد الفاكهه كياكلوها. كان اي سي وان دابا هادي سميتها اكي، وانا كان كيسحب لي فاكهه كتكال، وانا جلست حداه قلت له اعطيني جوج، قلت لي هادي راه ماشي ديال الماكله، هادي راه كيطيبوها. اول مره كنشوف شي فكيه بحال ما هكا. هذه كيطيبوها فهمتيني، قال لك كيطيبوها في الماء من بعد عاد كياكلوها. نمشيو نكملوا الرحله ديالنا. فوجينا للمحطه ديال الطوبيسات ديالهم، من هاد البلاصه هادي غيخرج الطوبيس اللي غادي يدينا للسبانيش تاون. غنبقاو نتسناو تما في الطوبيس. اي 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 اللهم نمشيو في الطاكسي. زايدة واحد العشرة دراهم ولكن هانية. طاكسي عرفتي شحال من واحد فيه؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. طاكسي حطاتنا هنايا في وسط ديال سبانيش تاون، تمشاو هنايا في الشوارع ديالهم ونشوفوا كيفاش دايرة الأجواء هنايا. السيل ديال الملابس ديال المدارس ديالهم أنا كيعجبني بزاف. الدراري لابسين كوستيم والبنات كتلقاهم لابسين واحد اللبسة اللي طويلة. قابلت لي واحد المرة تما لابسة الفولار، عندو زوم حداها لابسة الفولار بالله، باينة فيها جامايكية.
هي مع اخونا اللي عليه يدي الله يصح. شو سبحان الله لباس كتقول غير مغربيه. راستا ولا يا راستا مان. اوكي ثانك يو. هادشي بدا بمني ندير هاد الراستا هادي غطات علينا شويه ديال الصاد لان كيحسبوك واحد منهم ولا كيقولوا هذا راه عايش هنايا يعني كتحيد داك الشبهات. ايمن ساجو صح خبي الكاميرا اللي حيدوها ليا. نو نو كاميرا واي نو ام ستيت نو 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 ستيت نو نو امريكا نو امريكا اش دانا شي امريكا. قلت لي خبي الكاميرا اش كتوري كتورينا للمراكنة واقيلا. كتحس براسك غير مرحب به ولكن ماشي هنا ماشي في هاد المناطق. هنايا في المناطق السياحيه كتلقى الناس كتهضر معاك كتشرح لك ولكن بحال هاد المناطق هادو كتلقى الناس ما كيبغيوش يهضروا معاك كلشي حازين باين عليهم ديك علامه ديال الحزن. مع العلم هذا كيتما هاد الشارع عام يعني عندك الحق تصور فيه ماشي كتدخل. وان تاون وان تاون سبانيش تاون سبانيش تاون سبانيش تاون سبانيش تاون سير ثانك يو. انا الا بغيتو تحسبوك واحد منهم يا يا سبانيش تاون سي سبانيش تاون سبانيش تاون يلا سير نمشيو نتعمقوا معاهم لداخل. زيزو غندرم هنايا معاهم وعلى حراره يا الخوت حسن عوانهم هذا يوث رايزر. خدينا قرعه ديال الماء قال لي راه غتصور غيضربك شي واحد لان كاينين اشخاص مطلوبين العداله هنايا. قال لي ان هذه ان هذا اماكن ها سمعتوه ها هما كيهضروا سمعتوه الكوميونيتي ديالهم هنا كيفاش دايره احياء الفقيره ديال سبانيش تاون. قال لي راه الا شي واحد قال لك مسح الفيديو قال لي غير مسحوا بلا ما تزيد معاه في الهضره. انا خوت غير البرارك ودور حي الصفيح هنايا انتم ما كاين والو غنرجعوا في حالتنا لان هنايا كاين الريسك وما كاينش اللي حط عليك العين اللي يرجع في حالتنا. تلاقينا مع هذا العشي هو هذا كاين هنايا مع هذا الراسطه هنايا قال لي غنمشي نضرب بيك دويره وغيدخلنا الاحياء اللي جينا احنا اصلا اليوم باش نتعرفوا عليهم. شو وي جو يا ليتس جو مان. هاو از ذا لايف ان سبانيش تاون؟ اتس جود good 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 everything okay take your time لأن الناس دابا اللي غتعيش هنا غتقول لك راه اوكي اوكي ولكن المعلومات اللي كتخرج على هذا الحي هذا غير الخطر والريسك وبنادم مسل. انا الاغلبيه ديال بنادم مسلحين هنا كله ماز ديال الفراده داكشي علاش ضروري تمشى مع شي واحد اللي يكون من هنا اللي تعرف فين تمشي. بحال دابا انا نقدر نمشي بوحدي ولكن ما عارفش فين حيت ما عنديش شي فكره على هذه المنطقه. يا مان restaurant of Rasta. Rasta. So, restaurant is there. So, this is the right food. What kind of food do you have? I'm going to give you a jazz or a ham. I'm going to give you a khudar with a rose. I'm going to give you a jazz. غادي نقووا المناعة معاهم هنايا في جامايكا. Good food? You eat here? That's my lunch. قال لك no other food. قال لك ما كياكل حتى شي حاجة من غير هاد الماكلة ديال هذا. Good. Amazing. What is that? What meat? المهم نقولوا بسم الله وناكلوا. انتوما داك الشيء الخوت التقليدي ديال الراس طمان. بسم الله. والله الخوت ديال الماكلة لذيذة والله. داك الشيء نباتي عندهم هنايا حاب الراس تا كياكلوا غير الاكل النباتي. كل شيء كيك ميحشي جاع. I wanna smell. المزيانه العشبه المزيانه هذه الثالثه. هادشي ماكله لذيذه لذيذه ما عرفتش علاش ولكن فيها واحد المذاق واعر. راس طمان how much is it? I want the full to carry this one. No just one. So you want something? No 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 just this. How much? No 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 how much please? I'll just give me 5. شوف فاش كتعطيهم يدك دائما تيديروا لك هكا ما بغاش يتخلص مني. قال لي لا غير هذه غير سي. قلت له لا لا تخلص اعطيه 500. You know formula up and running you know. We do natural spice, you know, Yagaway restaurant. Anytime you come Jamaica, come Saint Catherine. You know, okay, Spanish town. Spanish town. Town, Spanish town, Rasta restaurant. You know, we tell them about the Rakatan. And we make the girl them know so they have to come because they want a man with stay long. Genuine menu, special recipe, good food. And that we eat around here. Make your back strong. The girl them say stay long. Rakatan, it's Champosa. How we them a feature? Jamaica. We love with Ireland. We all of ya. Come here. Sweetness and happiness around here. Amazing. ما مجد هذا كامل اللي قال لكم قال لكم جيو لهنايا كل هذه الماكلة ديال الراسطة مان راه كتقوي هاد العضلة هذه مع سميتها وصافي هادشي اللي كاين. خونا راه كيقص الحشيش لداخل. شنو كيدير لها؟ No marijuana, you know, formula up and running, you know. Isn't it, Rubbing.
This is your herbs, the key herbs. For herbs, meditation, you know? أدخل هذا الخوت دابا راه ديجا كما خمسة. هذا الجوان السادس أو الرابع اللي كيكمل. أنت راه الخوت كيعجبني أنايا الأكسن ديالهم، الأكسن ديالهم لأن ما كيهضروش إنجليزية بطلاقة، كيهضروا البروكن إنجلش، واللغة الأخرى اللي عندهم كيسميوها الباتوا. What your name? What your name? Yeah, what your name? The same as English, no? Yeah. باتوا. المهم كيسميوها الباتوا، اللغة الرسمية هي الإنجليزية، واللغة المحلية هي الباتوا. قال لي هذه المنطقة هذه ديال سبانيش تاون ما بقاتش كما كانت معلومات عليها بأنها خطيرة والناس يقدروا يأذيوك، قال لي بالعكس دابا ملي كيشوفوا شي واحد بحالك جا لهنايا كيعجبهم الحال. ولكن على ما ديجا سمعت أنا قبل ما نجي لهنايا، الناس كانت كتقول لي ما تمشيش لهنايا لأن كاينين أشخاص اللي كتلقاهم مطلوبين العدالة اللي كيبيعوا حتى هما يا الطبيسلا راكم تما كيبيعوا المخدرات. I'm a video in the houses, the people, the culture. I'm from Morocco. Morocco, whoa! You know Morocco? Jamaica. I hear about Morocco, I don't know Morocco. Oh, you've been to Egypt. I went to Egypt, but I didn't go to Egypt. You should go to Morocco, it's a beautiful place. You love Jamaica? I love Jamaica. Oh, nice. Yeah, man. Yeah, I'm sad. Let's go. Don't get any girl in Jamaica. Huh? Girl? I already have my girl. See you. قلت لي واش ديجا دبرت على شي مرة جامايكية؟ قلت لها ديجا عندي أنا ما اختش جامايكية. الموسيقى ديالهم، الفايب ديالهم كله زوين. هما كتلقاهم الخوت ما عرفتش علاش، ما مهلينش في المناطق اللي كيسكنوا فيهم، عكس بعض الدول في الكاريبي اللي مشيت ليهم، صراحة كيتهلاو في المنطقة ديالهم. لا تقولوا باش ما نكذبوا عليكم ولا شي حاجة، هو سبانيش. تاو باقيين كنتمشاو للداخل ديالهم شي كيران ديالهم كيفاش دايرين يعني من خلال الاستنتاج ديالي انا بعد ما جلت هاد اليومين هنايا كنحس بهم انهم غير سعداء في حياتهم لان الفقر الخوت الفقر والحياه كتجيني هنايا عندهم صعيبه بزاف يعني كيتقاتلوا لواحد الدرجه اللي ما تصوروش باش انهم يبقاو حيين في the buildings and the culture. Thank you man. Big up. Thank you. Yeah, والله الكلمة قالوا عليها ديال والله فراس قد سمعها في كل بلاصة. مشاراني, you live here? حبيبي مسكينة مش عايشة في الزنقة نتعاونوا معها. Thank you so much. Have a good day. You look nice. Thank you. ساكن الناس هنا يا ربي تسرنا. كما كتشوفوا هنا الفقر المضعق. مش المدقع. لا المضعق هنا يا. ان الفقر كيدعق بنادم كيسلب منك داك الفرحه ديال الحياه. زيزو فلوكس زي اي زي او يو ثانك يو سي يو راوند. ها انتم المباني ديالهم كيفاش دايرين. زيزو غيبقى يدور هنا يدور هنا حتى لقى لي خلي دار عشته. وصلنا لواحد السوق شعبي اخرى غطات وجا عشته. هاي راستا مان دو يو لايك ماين از لوك لايك يورز. Morocco, you know where is it? North African country. Thank you, yeah man. Respect, you see? Talk شعبي ديالهم اللي كيبيعوا فيه الخضار، السويقه ديال جامايكا. Yes, Africa. واش يطيق دابا هذا تلاقيتو قبل؟ قلت له انا من لافريك قال لي لا انت كتكذب عليا. اي اولا. With a friend, with a friend. يا مان كم مان افريكان افريكان ها افريكان افريكان جميع بانو هذه والله تعب زطينا زعما ما نكمل معاهم انا يلا ها وين يا افريكان يا نو نو ساوث افريكا نورث افريكا وما كنفهمهمش الخوت الاكسنت ديالهم صعيب تفهمهمش كيقولوا هنايا. المهم هذه هي السويقه ديالهم خرجوا منها ونكملوا لكم. هذا الشارع دابا اللي داخل اللي باين فيها الخوت شويه ديال الريس. ستوب فيديو؟ اوكي 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 اوكي. نو What are you gonna sing to us? Well, we're gonna sing fast? Yeah. Okay, Jamaica is the best country. You know when you go to America, you make the money. Money, 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 money. Money, 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 money. And I have to say that I'm going to who sing reggae? Reggae. Tell me who does a turn on it. But I just give me money for I know when I talk. No, sing reggae, reggae. Money, dough.
Yeah, but wake up this morning. Yeah. Right to the rising sun. Brother, that's cool, brother. Let me know. Let me big know. Up, brothers. Big up. Big up. Next time. Go. Yeah, neighbor, go show me game. Go on. Go show me wildlife. Go on, go show me wildlife. Yeah, no, me, I show you me. Hey, I'm going to show you me. I'm going to show you me. Yeah, yeah, yeah. Love. Neri, 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 neri. ترى على ما الخوت ترى وحق الله تعالى هذا راه مخبي وجهه مع الطوموبيله داكشي جامايكا بيور الدراري شو يا سلام ولكن كما كتشوفوا خصك غير تعرف تهضر معاهم لانهم مش زعما عدائيين يعني كتلقاهم ناس خصك تعرف تهضر معاهم وصافي وكتدخلهم كتبقى تضحك معاهم تنشط معاهم سير معاهم في لومبيونز ديالهم في الاول الا شتو قال لي حبس 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 في الاخر درت راسي انا حبست ولكن ما حبست والو ولكن حد يقرا فيا الامان وبديت كندوي معاه صافي دارت الامور بسلام ولكن كنت تكون مرعود هكا وخايف غتجيبها في راسك معاهم هنايا انا ماشي واحد ولا جوج اخباركم دابا الشباب راني تلفت وسط هاد الاحياء هذا ما بقيتش عارف الخرجه فين هي باش نرجع في حالاتي شغل المنازل ديالهم يا سلام I'm recording the houses transmitting the culture oh. Yeah you want to say something say hi to my people hi hi peace one love كملوا الطريق معكم ديال الاستكشاف يا ليتس جو تلاقينا مع الدراري هادو من تاوما من هنايا من سبانيش تاون قالوا لي غادي نضربوا بيك دويره تتعرف معنا على سبانيش تاون قلت له زعما داك ليماج اللي كيسوقوا ليها ماشي خطر قال لي لا راه ما كاين والو من داك الشيء قال لي يلا تمشى معنا وتشوف بعينك نو دانجرس هير ان سبانيش تاون اي سبيك مروكان نو نو مروكان اتس افريكان لانجويج يا يو سيف ان سبانيش تاون No, I don't speak Spanish. I speak Moroccan. What's up, brother? Yeah, come here, come here. Music page. Upcoming artist. Me love me YouTube yet, but look out for me. Follow me for Instagram. MB_876. Welcome to Bumbuckla 876. Okay, nice. I love. I'm seeing him. I'm a gida gala. Bad show too. Zizo, yeah, Berlin. MB, I represent for Zizo. I'm here to say, yo, out there. Welcome to Jamaica. You see it. Enjoy on the stay. Thank you.